بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان صبحي في نادي الزمالك، مش أنا اللي بقول، السوشيال ميديا اللي بتقول يا جماعة رمضان صبحي في نادي الزمالك. أنا بقول لك رمضان صبحي، وقبل كده وما زلت بقول رمضان صبحي هيفضل موجود في بيراميدز، والراجل جدد أصلا تعاقده. هنقول تاني رمضان صبح، الناس هي كل الناس او الزملكاويه عاوزين يودوا رمضان صبح نادي الزمالك. وانا بقول لك رمضان صبحي بعد النادي الاهلي بيراميدز، الا اذا جاي له حاجه بره خارج مصر اقول لك ماشي، انا متاكد اللي ممكن يبقى بره مصر، لكن داخل مصر ما اعتقدش ان رمضان صبحي يبقى في اي نادي بعد النادي الاهلي. ده وجهه نظري انا شخصيا. الناس اللي طلعت تتكلم كتير جدا ان رمضان صبحي في نادي الزمالك وخلاص وقع وخلاص مضى وخلاص وخلاص وخلاص، كل ده كلام في الهوا، ما تمشوش ورا الكلام اللي بيتقال لاحترام للجميع. رمضان صبحي، وقلت وما زلت، في فرق يا جماعه بين الانتماء والحب. رمضان صبحي كان منتمي في يوم من الايام نادي الاهلي، وما زال هينتمي للنادي الاهلي، مش تقليل في نادي الزمالك، عشان الناس ما يجيش يهاجمونا او يهاجمونا انا شخصيا، اللي يقول لك انت مالك ومش عارف. لا، انا بقول لك هو في لعيبه هم ما زالوا، والفضل بيرجع للنادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رمضان صبحي ما يقدرش ولا يرضى يخسر جمهور الاهلي. في واحد هيطلع يقول لك ما كابتن ما هو مشى وسابنا. في فرق بين اللي هو يمشي وهو شايف وجهة نظره هو شخصيا، اللي هو هيطلع عشان يستفاد ماديا ومستقبله، ده ما فيش فيها مشكلة، لها كل الاحترام. لكن حتة اللي هو يروح مكان تاني عشان يلعب ويستفاد، مش معنى كده لما بيراميدز يلعب الاهلي هيسيب الاهلي يكسب، لا بالعكس، هيبقى عاوز يكسب لشخصه، وده طبيعي في كرة القدم. مش النادي الاهلي اللي هيفتح بيته، لا، اللي بيفتح بيته بعد ربنا سبحانه هو النادي بيراميدز دلوقتي. الناس اللي طلعت تتكلم عفوا، الناس اللي طلعت تتكلم كتير قوي، ناس اتصلوا بيا وناس كلموا وانا سالت ولقيت الامور كلها مفيش خطوه ولا في اي كلام الا رمضان صبحي في نادي الزمالك. رمضان صبحي في بيراميدز، واذا مشى خلي بالك عقد رمضان كمان في بيراميدز السنين القادمه عالي جدا. رمضان صبحي طالما مشى، رمضان صبحي طالما مشى من النادي الاهلي وبص الجزء المادي، وده حقه. عشان كده بقول لك مش نادي الزمالك لو اداله مبالغ كبيره عن اللي بياخدها بيراميدز اكيد ممكن يفكر. شوف انا بقول لك ممكن يفكر، لكن بقول لك صعب. عشان كده رمضان موجود في بيراميدز، وطلع اللي كمان في مشكله اللي بيقول لك اللي هي بتاعت المنشطات الدوليه رافعه تاني بتستأنف على الحكم اللي هو طلع بسبب موضوع المنشطات، اللي هو طلع فيه براءه وما عندوش اي مشكله. فمش هندخل بقى في قصه كل شويه رمضان راح رمضان جاي. رمضان موجود في نادي بيراميدز. توفيق. مش معنى كده يا جماعه، عشان وباكد تاني قبل ما اخلص الفيديو بتاعي، مش معنى كده اللي انا بقول لك ممكن ما يروحش، ممكن يروح لو الجزء المادي او الحاله الماديه بالنسبه لنادي بيراميدز اقل، نادي الزمالك اعلى، هيروح بس هيفكر. كل التقدير والاحترام، انا عشان ما حدش زملكاويه يزعلوا مني، كلهم لهم التقدير والاحترام، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله زي ما انا قلت لكم تاني وتالت، قبل مباراه الاهلي والزمالك في لايف مباشر ان شاء الله على اليوتيوب، ان شاء الله ندي لكم كواليس وحاجات قديمه قوي في مباراه القمه، اول مره تذاع عندي على المحتوى عندي في اليوتيوب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.